قتل الجيش الاسرائيلي اسرى اسرائيليين جنود ومدنيين خلال مواجهته مؤتلي حماس بغلاف غزه هيدي حقيقه صارت معروفه باعتراف المستوطنين التيرورست مي روبايم لا لنرجو اخي لوفي ياري تبين شو اخي ياري يريهه قد قد كشم كنتي تقول ذكر خوتنو يروبايم شي ننسوا تفاصيل تاع الخطفين تاع حماس كل الكلام كل الكلام بناروبا عنونت الصحف المواليه لاسرائيل عن حجم المجزره اللي صارت بغلاف غزه بس فاتها كمان توضح الصور المنشوره مع هيدي العناوين واللي بتكشف انه مستوطنين ماتوا بأصف اسرائيلي على اماكن احتجازهم بالمستوطنات بيندرج قتل اسرائيل لأسراهن كانوا مدنيين او عسكريين ضمن اطار بروتوكول او اجراء هانيبال او حنبعل بالعبري وهو بروتوكول بيتعمم شفهيا على عناصر الجيش الاسرائيلي وبقول انه لازم توقف عمليات اختطاف الاسرائيليين باي وسيله كانت يعني حتى بتمن قتل الاسرائيليين. بلشت فكره البروتوكول بال 1986 وقت انخطف جنديين اسرائيليين بجنود لبنان، فأعطى اعلى ثلاث ضباط رتبه امر لقواتهم بقتل الجنديين ويلي اسرينهم. تم تطبيق بروتوكول هانيبال ست مرات، بال 2000 بمزارع شبعه وقت قصف جيش الاحتلال مواكب عسكريه لحزب الله خطفت ثلاث جنود. ب 2006 بعيتا الشعب وقت قصف الاحتلال تحركات لحزب الله بعد خطف الجنديين اللي رجعوا ميتين بصفقه تبادل. ب 2009 بمعبر بيت حنون وقت قتل الاحتلال مستوطن حاول يفوت على غزه للتفاوض مع حماس لاطلاق سراح جلعاد شاليط. ب 2009 كمان وقت قصف الاحتلال مكان تخبى فيه احد جنوده خلال مداهمه بغزه. ب 2014 قتل الاحتلال ضابط اسرته حماس برفح وجندي بمنطقه الشجاعيه. قدام ضغط اهالي الاسرى الاسرائيليين وضغط دول عندهم اسرى عند حماس، مش واضح بعد التفعيل العلني لبروتوكول هانيبال لكسر طوفان الاقصى بس بالحالتين الاحتلال مكفي قتل وتدمير بغزه بوجود اسرى او من دون <applause>